أكبر، الطيران الحربي يقصف مدينة اللطام لبريف حماة الشمالي، الطيران الحربي يقصف مدينة اللطام لبريف حماة الشمالي بالصواريخ الفراغية، الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بالصواريخ الفراغية والدخان تصاعد. 13/10/2014. الله أكبر الله أكبر. الطيران الحربي يقصف مدينة اللطامنة بريف حماة بالصواريخ الفراغية والدخان تصاعد. 13/10/2014. ولا يزال الطيران الحربي يعلق في أجواء ريف حماة الشمالي. الطيران الحربي يقصف بالصواريخ الفراغية مدينة اللطام لبريف حماة الشمالي والدخان تصاعد. 13/10/2014.